اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 برعاية الأمم المتحدة في القاهرة. في بداية الاجتماعات وقف أعضاء اللجنة دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الزلزال بدولتي سوريا وتركيا. وفي البيان الختامي أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله بتيلي لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في القاهرة عن التوصل لإنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بشأن خروج المرتزقة من ليبيا. وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عقب انتهاء اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 برعاية الأمم المتحدة في القاهرة أنه تم التوصل خلال الاجتماعات عن آلية لتنفيذ خروج المرتزقة، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض. وأوضح باتيلي أن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات خطوة مهمة ليست لليبيا فقط ولكن لدول الإقليم، مشيرا إلى أنه يسعى لتهدئة الوضع في ليبيا والإسراع في تطبيق الآلية التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات. ومن جانبه أعرب ممثل لجنة 5+5 عن شكره لمصر على استضافة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، مثمنا جهود المبعوث الأممي للتوصل لآلية خروج المرتزقة من ليبيا. هذا وأكد رئيس وفد السودان أن بلاده ستكون داعمة بالمعلومات والتحليلات لتطبيق الآليات التي تم التوصل إليها. كما أعرب رئيس وفد النيجر المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية عن شكره للمبعوث الأممي لما يقوم به من أجل تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة استكمال ما تم خلال الاجتماعات وتحقيق ما تم التوافق عليه على الأرض.